تشهد اللحوم البيضاء هذه الأيام ارتفاعا محسوس في السوق الجزائرية قبيل شهر رمضان، ما جعلنا نتجه إلى مربعي دواجن ببلدية المحمل بخنشلة، أين أوضح لنا أحدهم أن سعر الدجاجة الواحدة 250 دينار. كما الخشينة تبع سوما رقيقة هاي تبع رخيصة، الأسعار هذه الأيام 28-29 الحاجة المليحة، وهذا الرقيقة تتبع ب 25-30 في الكعبة، 3-100-4-100 الرقيقة هذه غدوة تلقاها مثل عند الجزار تلقاها كعبة ب 40,000 تلقاها ب 45,000. وفرة وإنتاج محلي للحوم البيضاء يقابلها غلاء في السوق، ما جعل المواطنون يطالبون الدولة بإيجاد حل للتحكم في الأسعار. متوفرة وبوفرة كبيرة ثانية العام الماضي، لأنه العام الماضي كان فيه مرض يعني هو اللي خلى هذا الدجاج يعني ما يكونش. السنة يعني الحمد لله كان سلعة، وش كما نقولوا دائما احنا الأخوة المخاوف تاعنا دائما تكون من الأسعار، يعني أسعار خيالية جدا مرتفعة. الوفرة كاينة بصح ما فهمناش عليه الغلاء هذا، انه غالي عند الفلاح يقول كان يا وراخص، وعند التاجر يقول يبيع بالغلاء، ما فهمناش منين جا الغلاء. وباش تكون الوفرة ويكونوا العباد كل قادرين ياكلوا هكا، ولازم يستوردوا باش يكسروا يعني هذه الاسعار الغاليه. توان كي يستوردوا الدجاج تاع الخارج توان الاسعار تاع هنا تهبط. الدجاج كاين بصح واش هو فرد سعر كيما العام اللي فات كيما السنه، راح يدخلون تاع البرازيل بصح واش هو كيما يدخل كيما يبقى السومه تاع هذا القديمه، السومه القديمه. الدجاج كاين بصح واش هو السومه كيما تاع العام اللي فات مازال غالي. هذا ويبقى المواطن في حيره من امره بين وفرة الدجاج المحلي طارة وغلاء سعره طارة أخرى، فهل سيستقر سوق اللحوم البيضاء في رمضان؟